انت وين على هذا قاع جبل احد، هذه منطقة احد راهي منطقة جبل احد. هذه اللي كان فيها خالد بن الوليد هو قائد المشركين في معركة احد. قال النبي صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ويحبه، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر على الجبل فاهتز فارتج الجبل، فقال النبي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بعقبه وقال اثبت احد فان فوقك نبي وصديق وشهيد. وفي هذه الوقعة هذه هو المقبرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابيا من بينهم عمه حمزة رضي الله عنه. تحديد القبر هذا الكبير الذي يأتي بعض الأعاجم ويزعمون أنه قبر حمزة هذا لا يثبت به دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في القبر الواحد الرجل والرجلان وثلاث رجال، وكان يقدم صلى الله عليه وسلم في القبر من كان أكثرهم حملا لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المزرعة كي تجي لهنا تلقى كاع أنواع التمور. هنا كي تجي تكون في المدينة المنورة تديروا زيارة للمزرعة. هذه بير علي هنا الداخل كاين وين تدوش وتعاود الوضوء تاعك كلش اموراتك، من بعد كي تركب في الكار تنوي الامرات تاعك اللهم نبيك امره ونتكلوا على ربي. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. حييكم من جوار بيت الله الشريف، حييكم من قبلة الأنبياء والمرسلين، حييكم من قبلة القلوب والأرواح، حييكم من مكان لا فرق فيه بين الغني والفقير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. أعطيهم مهم هنا الهضرة وتجيك صعيبة، هنا يتلف لك كلش. احنا صح زايدين بالفطرة على الإسلام وكاع مسلمين ونعرف ربي، بصح كي تجي هنا تشوف الآيات تاع ربي، تشوف حاجات اللي كنت دايما تتخايلهم في راسك، كي تجي لهنا تشوفهم صح وتتفكر فيهم وتشغل تبدا تفكر الحاجات هذوك اللي صراو، تفكر كيفاش بنى سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل البيت، كيفاش جامع زمزم، كيفاش تشوف الآية تاع ربي. حبست الفيديو خاطر بالنسبة لي هنا كي تكون مقابل الكعبة ولا قدام الكعبة هنا نظن ما تقدرش تهضر هضرة أخرى ما خلاف تدعي، ولا مرة تلقى روحك تخزر فيها هاك تقعد مانيش عارف ربع ساعة نص ساعة وتتخزر بلا ما تدعي بلا ما تقول والو، تلقى روحك هاك كيما نقولوا واحد مندهش ولا حاجة كيما. اليوم راني قدرت نعاود نكمل نبدا نصور في الفيديو خاطر
كنا غير كيما درنا العمره وعاد دوك عاد يومين ملي جينا لهنا المكان عمره لحقنا في الليل وحتى لحق سما تروح للوطيل تحط الدوزين تاعك من بعد من المدينه للمكان بعد تروح طول دير العمره سما فيها شويه يضف ان شاء الله نشوفوا لهنا كيفاش درنا العمره شوفوا نوريكم بلايص كيفاش تمشي الامور لهنا مش عارف شوفوا الحاجه اللي نقيها نجرب نصورها ونشوفوا كيف قلبي بين من بعد نجرب نهضر لكم اليوم اون ديتاي باش كي تكون هنا ان شاء الله يكتب لك ربي يجي تعرف منين تدخل ومنين تدخل وش من الوقت تجي فيه للصلاه وش من خاطر هنا صح راك قريب للحرم المكي بصح مش زعما قال تسمع الاذان تخرج وتروح نورمال تصلي قدام الكعبه وترجع للوتيل ولا ترجع للدار هنا دير في بالك بلي راهم دي ميلي يدخلوا يصليوا سما الا حبي تصلي الداخل على الاقل تروح قبل الصلاه قبل ساعه وربع ولا ساعه ونص باش تقدر تصلي قدام سينو تلقى روحك تصلي غير هنا برك كما وعدتكم باش نوريكم هكا الاركان تاع العمره بالخفا كنشوفو مع بعض شنو هي الاساسيات اللي ديرها في العمره بعد ما تكون درت الاحرام كما قلنا لك الى كنت جاي من الجزائر مباشره في الى كنت جاي من الجزائر لجده دير في الجحفه في السماء ولا كنت جاي من المدينه المنوره في بيار علي كما درنا احنا المره هذه بعد تروح مباشره للمطار هكا رانا متجهين للمطار و كاين بزاف اللي يدير في بالو بلي العمره صعيبه وفيها مشقه هي لا لو كان حاجه اللي صعيبه الغاشي اللي يكون بزاف سيرتو كيما اليوم الله يبارك الخميس والجمعه الويكاند معروف بلي يجيو الناس بزاف لهنا الله يبارك باش يديروا العمره تاع اللي يسكنوا هنا في السعوديه ولا ما تاع الخليج اللي قراب كاع يجيو لهنا باش يديروا العمره سما دائما الخميس وجمعة تصيب الغاشي بزاف الله يبارك قلت لك هي ماهيش صعيبة الحاجة اللي صعيبة انك كي تكون الزحمة شوية الزحمة هي اللي خطر هي تشد لك الوقت باش تطوفوا هذي هي زيادة في الأجر ان شاء الله بسم الله الله أكبر هاي الكعبة الله يبارك انا دوماج هذي كاميرا من قدرتش نزومي بها بزاف ثم راح نوريكم من بعيد وخلاص خير من والو هنا راك دخلت الطواف اول حاجه ديرها تحوس على الحجر الاسود يجيك الى راك دخلت الدور هاك في الجهه هذه يجيك على اليد اليسرى تاعك وقادر كي يكون الغاشي بزاف كيما راه اليوم ما تقدرش تشوفه راه الحجر الاسود شوف هما واش داروا واحد لينيون هي دوك نلحقوا في جهتهم نوريهم لكم اسمح كاين هذوك لينيون اللي هم يبانوا البعيد كي تلحق لهذاك النيون الاخضر هذاك تخزر للكعبه وين يكون مقابله سما راه مقابله الحجر الاسود تبدا يدك تقول بسم الله الله اكبر تبدا الطواف تاعك سبع اشواط وكاين سنه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يكشف الكتف الايمن
هذه عليها قصه ثانيه اللي يحب يقراها كيفاش كان كيجي لهنا يقول للصحابه هما كانوا يتبعوه باش يوروا للكافرين خاطر كان هذا الحيطان ما كانش بنيان هذا ما كانش سما يشوفوهم كيكونوا يديروا في الطواف يكشفوا للكتف اليمين تاعهم باش تبان القوه تاعهم بنوا العضله تاع اليد باش يعرفوهم باللي مازالوا على مازالوا اقوياء في اوقات كيما هذه ولا ما صراحه ما تنصح حتى واحد باش يتقدم الحجر الاسود ولا يروح يمس الركن اليمني خطر قادر اذا ما تاذيش روحك تاذي الناس الى ما ضريت روحك قادر تضر الناس في داخل ولا واحد يكون ضعيف عليك سما تطبع وتضطر انك باش تطبع ولا كاين اوقات اللي يكون فيهم شويه الفريق تقدر تجي لهنا وتمس الكعبه وتمس هذا هو الضوء الاخضر اللي كنت نقول لهم هم دايرين اني وخضار لهنا يبانوا الفوق نقابلهم طول في الخوان هذا كاين الحجر الاسود الحق لهنا تقول بسم الله الله اكبر وتبدا تعطي تحب تقرا القران تحب تدعي هنا كلش حاجه اللي في قلبك قول حتى انت تلحق للركن اليمني تبدا تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والباقي كلش ادعيه كما تحب تقول قول الله ربي يتقبل منا كاع خلاص كي تكمل 7 اشواط تاعك او تلقى روحك نفس البلاصه اللي بديت منها يكون قابلك مقام سيدنا إبراهيم تصلي بعد الزركات الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والزوجة قل هو الله أحد وما مرات تقدر ما تلقيش وين تصلي بعد مورا مقام سيدنا إبراهيم سوسو تصلي هنا ولا تصلي لهي ولا فكاين اللي يفتيو فيها قال لك بلي صلي وين حبيت ماشي شرط مراسوس وخطر عليه على نقطه الازدحام اللي كنا نهضروا عليه بان مباشره تخرج المسعى غير تكملها كي تخرج المسعى وهنا ما زمزم كي تكمل تروح تشرب زمزم تغسل وجهك تبارك تلحق هنا للصفا تصد للكعبة وبعد تقرأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وكاين دعاء ثاني تقرأه وبعد تبدأ رايح من الجهة هذه تروح من الصفا للمروة والدعاء ثاني كيما قبيل هدرنا على الطواف أدي أي حاجة تحبها اللي في قلبك قاع قولوا ان شاء الله ربي يتقبل وخلاص تمشي عادي حتى انت الحق الضوء الاخضر هذا لينيو الخضار اللي هنا محددين بهم البلاصه وين لازمك تبدا في الهرولة هذه اللي ما يعرفش الامارات تنديرهم مليح واحد يقرا القصه تاع السيده هاجر زوجة سيدنا ابراهيم كيف كانت لهنا وخلهم سيدنا ابراهيم خليهم هنا في الصحراء بلا خليهم بلا ما خليهم غير تمر برك وراح هو راح يحوس في بلاصه واحده اخرى وكي سقسيته قلت له كيفاش تخلينا هكا وتروح قال لها راني مخليكم ربي شغل ماهوش راح يضيعكم ومن بعد خلاص على هذاك التمر اللي كان عندها وشويه تاع الماء اللي كانت عندها بدات رايحه وجايه في بين الصفا والمروه في البلاصه هذه تجري وترجع تلحق البلاصه هذه اللي راهم فيها الضوء الاخضر كانت تهرول وكاينه قصه طويله تشوفوها مليح واحد يقراها مليح عليه من بعد حتى سمعت الصوت تاع الماء كيفاش طرطق من تحت الارض راحت فما شربت ورضعت وليدها سيدنا اسماعيل هذه هي القصه وهنا ثاني قلنا هنا تدعي واش حبيت عندك 7 اشواط تديرهم كي تروح من الصفا للمروه تحسب هذاك شوط وترجع من المروه للصفا ثاني شوط تسمى 7 مرات خاطر كاين اللي يغلط كيجي لهنا يروح ويجي مره ومسافه
مسافه كبيره شويه مانيش ماشي ماشي قصيره. ما تكمل الاشواط تاعك. النقطه التاليه اللي تحبس فيها هي المروات، تحبس فما دير الحلق ولا القصب، كل واحد على حسب واش يتبع. هما نورمالمون تقدر ديرهم في زوج حبه. الا كنت المره الاولى اللي جيت الامره، من المستحسن انك تنحي كاع، دير الحلق بالموس ولا بالطونديز، نحي كلش. وإلا كنت موالف تجي، ولا كانت زعما كيما نقولوا امره تاع النافله برك، ولا تحب تنقص برك، ولا بون هذو الامورات راني هدرت عليهم باللي مانيش نفتي فيهم، ولا كل واحد حر واش يدير وراه على بالو واش راه يتبع. مش انا اللي نقول لك واش دير وما ديرش. هذا الفيديو راني ندير فيه شغل تجربه شخصيه، راني قلتها واوت. باش واحد ما يبداش يقول لك يا ودي راه فتنا الشيخ في النقطه هذه، وقال واحد قال لك حلق واحد. دوك نخرجوا من نفس من الباب اللي يديروا فيه الحلق باش نوريكم برك الناس كيفاش تحففوا. الله يتقبل، الله يتقبل. هنا كاين الساعة هذيك الكبيرة اللي مالها تشوفوها في التلفزيون. الله يبارك، اون ديري راهم يحاربوا ما مشي نقيو. كنا هنا بالنسبه للاسعار تاع النافله هنا في الحوانت هذا، غادي نقابل الحاره. بالنسبه للاسعار تاع الماكله صح رخاص، صح النظافه يجيب ربي. كيما نقولوا احنا عندنا تقدر تشري ساندويتش ب 5 ريال، 5 ريال كيما نقولوا هي 25 دراهم ولا حاجه كيما تقريبا 25 دراهم. بصح النظافه جيب الله، كل عطيني واحد كورونا بالمايونيز يعطيك واحد كورونا بالمايونيز. ولا تقدر تاكل هنا، تاكل هنا بصح شوف لي بري. ساندويتش سامبل كاع ب 25، 25 ريال يسمى 150 دراهم. كاين هذوك كيما هذو الشركات اللي معروفين تاع الماكله، معروفين عالميا بصح الماكله غاليه. بالنسبه لي انا جاتني غاليه، مش هذه ثاني معروفه برجر كينغ. وهذا ماكدونالدز بالدبزه. كورونا ساندويتش، كورونا ساندويتش ها ويذ مايونيز. رامو هذه اخر يوم نشوفوا فيه الكعبه ان شاء الله، ان شاء الله ربي يتقبل ما يحرمها حتى. هاي هذه هي، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. و ما تنساوش باش ديروا ابوني، بارطاجي الفيديو مع اصحابكم باش نزيدو نديروا دي فيديو واحد اخرين ان شاء الله. كنت حاب نصور اكثر من هاك، مي مالوريزمون ملي جيت لمكه وانا مريض والله ما قدرت نصور بزاف. سما هذه اللي قدرت عليها ان بارطاجيها معاكم في البلاصه. هاي السلام.